هذا العام مقارنه مع الاعوام اللي فاتوا ناقص بزاف مع على حساب المرض ديال كورونا. وحنايا بالنسبه لنا حنا هذه الحرفه ديال الصناعه التقليديه كنا اغلبيه كنخدموا في رمضان بحال العواش عيد رمضان وداك الشيء، وهذا العام ما خدمناش 3 شهور تقريبا كنا جالسين. دابا يلاه رجعنا عاوتاني حلينا وتكلنا على الله، ودابا الامور شويه ماشي بحال ديما.